صباح الخير على الجميع. اليوم راح أفرجيكم يوم من الأيام الشتوية في بيلاروسيا. طبعا الجو برد برد شديد جدا. الآن الساعة 7:30 صباحا، أو حتى 7:25، والأجواء برا كأنه 2 الفجر. خلينا نشوف الجو برا. هذه الأجواء الحالية، الساعة 7:25، مثل ما انتم شايفين السيارات مش واضحات، وانا اروح الان بتدور على سيارتي، اي سيارة منهم. تخيلوا هذا المصعد من ايام الاتحاد السوفيتي، حتى التدفئة على الطابق الارضي موجودة في كل مكان. يا سلام الاجواء، الكاميرا مش واضح ولا شيء. السؤال القوي، وين سيارتي؟ أين سيارتي؟ أوه هذه سيارتي طلعت. السلام لم يسلم، ليه كده بس؟ هذه سيارتي، شوف كيف سيارتي يا جماعة. لا بدنا ننظف السيارة. وابن الذين هذا مسكر لي على السيارة من وراء، كيف رفع افتح البقاج؟ بس نحاول نفتح البقاج. نك اهم خطوة باب السيارة. وبما انه موضوعنا عن الثلج واول يوم ثلج، انا ذكرت قصة صارت معنا اول ما جينا على بيلاروسيا للدراسة. فانتوا مثل ما بتعرفوا، شوف ما شاء الله الثلج، شوف سمك الثلج كم، شوف كم النظام. الدول العربية أول ما ينزل ثلج، أول ما ينزل مطر قوي كذا، كل الجامعات أو المدارس كلهم تعطلوا، ما حد بداوم إلا بداوم الحالات الطارئة. فأنا كنت متوقع النظام أو السيستم هذا معمول فيه بكل دول العالم. فأول ما نزل ثلج هنا في بيلاروسيا، قلت يا جماعة البلاد طلبت أهلها، وعدت الذكريات وما دومت، وما رحت على الدوام، كان أول يوم دوام طبعا. واتصلوا علي الجامعة ثاني يوم حكولي يا محمد ماذا دهاك وماذا حصل معك، اليوم دوام ليش ما أجيت على الدوام؟ فأنا استغربت ليش بيسألوني أو بيحكولي هذه القصة. فقلت لهم أنا أنه اليوم ثلج، فأقول اللي بيحكولي في الجامعة انتهى على كذا، مفكر ما تداومش 3 أو 4 أشهر. فأنا استغربت يعني شو 3 أو 4 أشهر ما أداوم ليش؟ واللي بيحكونا عندنا الثلج احنا بقعد تقريبا 3 لـ4 ومرات أحيانا 5 أشهر بالسنة بيكون الثلج موجود. فاستغربت جدا، معقول هيك بياخذ فترة؟ فتوقعت انا بنزل يوم وبروح يوم، بنزل يوم وبروح يوم، ولا هو فعلا اذا نزل اول مرة ثلج قوي مثل ما انتم شايفين بالصورة بظل فترة طويلة. وهذه النقطة اللي صارت معنا. وبعدها صرنا نداوم من الصبح، نطلع من الفجر ونروح على الدوام مثلنا مثل أي حدا بيلاروسي. الأطفال بيروحوا على الدوام في هذه ساعات الفجر، الروات الحضانات كل العالم بتداوم، لأنه مستحيل أصلا هم يقعدوا 3 أو 4 أشهر ما يدوموش في هذا البلد يعني. فإحنا عندنا لأنه بصير عندنا مثلا ثلج، هذه حالات طارئة تعتبر ومش طول الفترة، عشان كذا إحنا عندنا في الوطن العربي اللي أقصده يعني إنه الناس بتعطل وبتروحش على الدوامات. شوفوا كيف الثلوج الآن، الساعة 7:47 صباحا. الطرق كلها ثلوج، الناس بتنظف سياراتها مثل ما انتم شايفين، الأشجار كلها ثلوج، الأرض كلها ثلوج. هذا أول يوم ثلج قوي يعني، مثل ما انتم شايفين أنا أتحرك على الدوام. أقل سرعة ممكن تكون ممكن تمشي أنا ماشيها الآن، حتى السيارة ما تزحلق، لأنه انتم شايفين كل شوف كيف الثلوج في كل مكان. تحس السيارة مش سيارة، تحس تراكتر. السيارة بكل صعود. الناس رايحة على الدوام.
على موقف هذا ولا موقف هذا عاد انك انت بتضيع وقتك بالصباحي بتنظيف السيارة وهكذا، في عندك كمان الأزمة الصباحية أو أزمة الطرق الصباحية، وخاصة قبل الساعة 8 لما الناس كلها تروح تكون أو رايحين على الدوام. ما بعرفش الكاميرا جاب الأزمة لحتى وين واقفة أو لحتى وين واصلة، بحاول أقرب لكم إياها. سيبكم الخط الماشي هذا اللي عجنبه اللي أنا واقف فيه هذا. المهم هذا يوم من الأيام اللي في بيلاروسيا. طبعا بنطلع الصبح مثل ما انتم شايفين الدنيا ليل وكأنه ما فيش شمس، مع انه الساعة الآن 8:45 وبنرجع والدنيا ليل، يعني ما بنشوفش الشمس، وخاصة اللي بيداوموا اللي بيكونوا بالدوام تقريبا الشمس تطلع ساعة أو ساعتين بالشتاء أو بوقت الثلج، والثلج تقريبا بيقعد 3 إلى 4 إلى 5 أشهر حسب السنة، أحيانا أقل أحيانا أكثر. وطلاب اللي بيجي أول مرة بينصدموا طبعا من الواقع ومن الجو والأمور هذه، بس بالأخير بتعودوا. مع أنه أنا مكان العمل اللي أنا اللي بمشي عليه أنا أو اللي بروح له مش بعيد، تقريبا 15 دقيقة، 5 كيلو يعني، بالوضع الطبيعي 10 دقائق بروح بالسيارة. بالأيام اللي زي كده بياخذ تقريبا 40 دقيقة أو 45 دقيقة، ولازم تسحق قبل حتى توصل في الوقت المناسب. مثل ما حكيت لكم قبل في فيديو قديم، العمال طالعين من الصبح أو من ساعات الفجر الأولى، هي العمال قاعدين ينظفوا الطرق الآن في الوقت الحالي. مش كيف السيارة ورا؟ لا مش واضح. هاي الأزمة من قدام لورا، شايفين الأضواء هذه كلها سيارات وقفت. أكثر شيء بيصير في وقت الشتاء أو وقت الثلج في بيلاروسيا اللي هو الحوادث. الله يبعدنا ويبعدكم عن الحوادث هذه، هذا أكثر شيء، وخاصة الواحد إذا ما غير الإطارات الحوادث بتصير بشكل كبير جدا، لأن السيارات بتصير أو بيفقدوا اللي هو القدرة على التحكم بالسيارة، لأن السيارة بتصير تسحل. شوف كيف الجو الآن برا ثلج. وهيك خلصنا الدوام ونتحرك نشوف باقي أعمالنا اليومية.
طيب هذه نهاية اليوم السعيد، يوم في بيلاروسيا. الآن الساعة 4 والشمس مش موجودة، كان الصباح. شلها حبة دقائق، الله يشلهاك. ما لك